لا زالت سيارتهم مركونة أمام المشفى، السيارة التي أسعف بها أحد الجرحى جراء الاستهداف الأول. Dün tam saat 7'de akşam Afrin'in etrafına vuruş oldu. Yaraları buraya getirdiği zaman yarım saat sonra Afrin hastanesine hemen 3 bomba indi, vuruş oldu. Bir acil servis bölümüne, bir dolmana bölümüne, bir de poliklinik bölümüne. Ona göre burada 20 tane yaralı oldu, bir 15 tane vefat oldu. Kimisi vefatların, kimisi hastanenin çalışanlarından. İki tane Ademalı dolmana bölümünden vefat ettiler, bir de eve. Biz o zaman hastaneyi boşaltmaya çalıştık, hastaneyi tam kapattık. Yaraları da biz burada tedavi edemedik, en yakın hastanelere gönderdik. İşimiz şu anda durmuş, hastane %70 berbat olmuş. İnşallah çalışıyoruz hastaneyi temizlemek için, yeniden tamir etmek için. İşimiz de devam ediyoruz inşallah Allah'ın izninden. تاريخ 12 الشهر يوم السبت تم استهداف المشفى بقذائف صاروخية أدت إلى تدمير كامل في أقسام العمليات والتوليد والعيادات وجزء من قسم الإسعاف. المشفى كانت مكتظة بمراجعين بسبب وجود قصف سابق في المنطقة. القصف أدى لاستشهاد 2 من كوادر المشفى إضافة إلى إصابة 5 من كوادر المشفى. كان في عدد كبير من الشهداء والجرحى بسبب من المرضى والمراجعين بسبب اكتظاظ قسم الإسعاف بالمراجعين. المشفى بشكل كامل خرج عن الخدمة. المشفى في منطقة عفرين كان يقدم خدمات مجانية مطلقة لأهالي المنطقة بشكل رئيسي، خدمات التوليد والإسعاف والعيادات. المشفى مدني بالكامل، لا يوجد أي مظاهر عسكرية في هذا المشفى. استهداف مشفى الشفاء هو عمل إرهابي مدان بكل الجرائم بكل الأديان السماوية. الناس اجت لعنا للمشفى لتتعالج، خرجت من عنا بدل ما تأخذ علبة الدواء، خرجت الناس بأكفاء من عنا المشفى.